بحضراتكم من جديد وبنكمل حوارنا مع مصطفى عسل نجم الاسكواش ووالده الاستاذ محمود عسل. استاذ محمود اجيلك، يمكن النادي الاهلي في الاسكواش من الالعاب الايام، في انديه كتير ما عندهاش الاسكواش، النادي الاهلي متبني اللعبه ومخليها ومحافظ عليها، دعم مجلس الاداره ليك عامل ازاي او لمصطفى طبعا؟ مش لا يعني انا قبل ما اكلم حضرتك على دعم مجلس الاداره لينا احنا على وجه خاص، يعني برضو بوجه حاجه للناس، يمكن هي اولياء الامور خاصه كمان في النادي الاهلي، يمكن هم مش واخدين بالهم من حاجه. ساعات الناس طبعا بتبقى مثلا عايزه تمرين اكتر، عايزه مدربين اكتر. النادي الاهلي بيصرف على اللعبه، يعني اللعبه ما ليس لها اي عائد، يعني كده من ضمن بند المصروفات، ما فيش اي حاجه انكم داخل لاداره النادي. فالنادي متولي من، يعني لعبه السكواش من ضمن الحاجات اللي متوليها مجلس اداره النادي، دي حاجه قناعه منه ان هو يوفر لاولياء الامور ولاولادهم احسن حاجه. هم ما فيش عائد، كله صرف على فطبعا دي ده شق هو النادي يمكن متولي، ممكن يشكر عليه طبعا. طبعا ده حاجه ثانيه خالص، ما فيش نادي في مصر احنا شفناه بيتولى صرف على لعبه، معلش سوري انا اسف، مش عايز اقول الانكم بتاعها شبه ميت. ما خلاص، ما هي دي حقيقه، لكن فعلا الانكم بتاعها راح للاعيبه، احسن مدربين، احسن جهاز بيجي في مصر، يعني مرتبات، ناس فيتنس، تدليك، كل حاجه متوفره في النادي. طبعا شق الابطال، النادي الاهلي في حته الابطال دي ما فيش غيره بيتفهم متطلبات، يعني معلش مع احترامي نادي الجزيره اللي اتربيت فيه وعضو فيه وكل حاجه، بس اولاد عمنا جنبنا جارنا على طول، يعني عمري قضيته فيه، يعني كنت كابتن نادي الجزيره في الكوره وكده، لكن انا عايز نفسي في حته بروفيشنال احتراف كامل. لا، هو النادي الاهلي يتفهم متطلباتك، انت عايز ايه؟ بطوله، نادي بطوله. طبعا في السنه في كم بطوله، نقدر نعمل ايه، ندعم ازاي، نجيب لك ايه، نحتاج ايه الفتره دي، انت حاسس بالدعم ده يا استاذ؟ طبعا كابتن خالد مرتجي كمان مش سايبنا في اي حاجه، سبورت تام في كل حاجه، متابعه بعد كل بطوله، عملت ايه الاخبار، كابتن عالم خدهم هنا دعم. ما حدش سايبك خالص، حتى اذا كانت مش امكانيات النشاط الرياضي كمان اكيد طبعا. كابتن رؤوف يعني دايما في حاله تواصل معانا، والراجل يعني اي حاجه، اي دعم لمصطفى. حتى انا يعني كنت دايما متعود اروح في نادي الجزيره للنشاط الرياضي اتكلم، الجديد بقى هنا في النادي الاهلي، مصطفى خبط رؤوف في كذا كذا، نعم كابتن طلباتك ايه، 1 2 3 شكرا، اتفضل، خلاص الموضوع خلص ومنتهي. وبعدين اذا الامور على ما يرام، الحمد لله، حاجه جميله جدا لله. وحاجه برضو احب، معلش انا اسف برضو، النشاط طبعاً الرياضي في النادي الاهلي هو يعني اداره مستقله طبعا، ما انتش محتاج النهارده تروح تخبط على مجلس اداره، وده الفرق بين النادي على فكره وبين نادي ثانيه. برافو عليك. يعني كنت في نادي الجزيره مثلا انا ومامته كل شويه نخبط، عايز اقابل رئيس مجلس مجلس اداره، مدي الصلاحيات الكامله لكابتن رؤوف عبد القادر النشاط الرياضي يدير النشاط الرياضي كيفما يشاء والرؤيه الصح. عندك لائحه في النادي الاهلي، وهو مميز النادي الاهلي، عند 1 2 3 انت في الحته الفلانيه، انت مستحقاتك كذا، انت ليك سفريات في السنه قد كذا، خلاص مفيش بقى رغي كتير. لا 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 لا، ما شاء الله. انا بس يعني طمنتنا على الامور كما يرام، نرجع